بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن الغسالة الوايت بوينت اللي هي الخمسة كيلو. هنشرحها إن شاء الله، يكون شرح سهل وبسيط بإذن الله، أي حد نقدر يتعامل معاها بكل سهولة وبساطة. طبعا دي اللي هي الغسالة، دي البروجرامات بتاعتها اللي هي مكتوبة على الدرج زي ما احنا شايفين، وده الموديل، ده الباور، ده درجة الحرارة، ده البروجرامات، وده الحلة بتاعتنا. طبعا بالنسبة لنظام التشغيل، شايفين الكاوتشة دي، تحت الكاوتشة دي بخمسة سنتي أو ستة سنتي بمستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فار، بنحط من تحت زي ما احنا عايزين، نقل ما نزيدش. احنا بنشرح نظام عشان الغسالة تعيش معايا أكتر. قبضة ايدها اهي، بحيث قبضة ايدي بمستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي ومن تحت نقل ما نزيدش. البطانية الكبيرة لا، لحاف الفايبر الكبير برضه لا، بحمل الغسالة. ممكن البطانية الصغيرة بتاعة الأطفال أو لحاف الفايبر بدل الأطفال. الكوفرتيات أو الدفايات كبير صغير مفيش مشكلة، بس محطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، محطش اتنين كوفرتا كبار مع بعض. حمل الغسالة كوفرتية واحدة كبيرة أو دفاية واحدة كبيرة. ممكن أحط دفايتين صغيرين بدل الأطفال أو اتنين كوفرتا بدل الأطفال أو دفاية كبيرة ومعاها دفاية صغيرة، لكن ما ينفعش أحط كوفرتا كبيرة ومعاها كوفرتا صغيرة، لأن الكوفرتا بتشرب مياه كتير فتبقى حمل على الغسالة. ده بالنسبة للهدوم بتاعتي. بالنسبه للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي صغيره كلها، بنعمل ايه؟ بجيب كيسه بسوسته كده عامله زي شبكه الكوره، بتباع في اي محل اوقات منزليه، واحط فيها الشراب او المنديل. ليه؟ اثناء التكييف السرعه العاليه بتاعت الغساله ممكن الشراب او المنديل يخش ما بين الحله الداخليه والحله الخارجيه، يعمل له مشكله في الغساله، فدي برضو من سبل الوقايه. بالنسبه عندي للمسحوق، بحط هنا تلات ارباع كمية المسحوق، وبحط هنا ربع الكمية، وبحط هنا الاضافات، داوني، معطر، ملين، مرطب، اي اضافات ايا كان. التلات ارباع الربع الاضافات لازم يكون مسحوق اوتوماتيك، ما ينفعش مسحوق عادي، لان المسحوق العادي بيعمل رغوة عالية فيحرق الموتور. تلات ارباع الكمية، ربع الكمية، الاضافات، داوني، معطر، ملين، مرطب، اي اضافات ايا كان. لو جيت اسحب الدرج ده كده مش هيتسحب معايا، لازم اضغط علامة السبعة دي كل مثلا شهر او كل شهرين، بخرج الدرج بتاعي كده، اي اتساخات اي رواسب ولا حاجه بنضفها، ومن جوه برده نفس القصه، واركب الدرج زي ما احنا شايفين كده. ماشي. بالنسبه طبعا المسحوق، ما كترش المسحوق، لان كتر المسحوق اصلا بيأثر بالسلب على الغساله كمان، على الحله الخارجيه ممكن يعمل فيها مشكله اصلا، يشرخ الحله نفسها. فكتر المسحوق ده غلط، لازم اقلل المسحوق. مش بكتر المسحوق الهدوم بتطلع نظيفه، لا بالعكس، ده انا بقلل المسحوق الهدوم بتبقى انضف، ولما اقلل برده الدوني بيبقى ليها ريحه كويسه، انما لما بكتر الدوني بيبقى يعني ايه، حاجه بتقلب ضد الظهر، يبقى ريحه اصلا مش كويس. فنخف المسحوق والدوني. بالنسبه لنظام التشغيل، طبعا زي ما احنا شايفين كده، البكره دي، ده الاي دي اللي هو ايه، برنامج القطن اللي هو الرئيسي بتاع الغساله. لو نلاحظ ده الاي اللي هو القطن، بضغط كده كده الغساله بدات تقلد زي معايا الغساله. لو انا عايز برنامج تاني غير الاي اهوت، الاي اللي هو القطن زي ما احنا شايفين 90 درجه حراره، البي اللي هو الاصطناعي اللي هو فيه الياف صناعيه اللي هو الخليط اصطناعي 69 درجه حراره، عندي السي اللي هو الديليكيت اللي هو الحرير، ستان، ستاير، اي حاجه ازايه ملمس ناعم، الدي اللي هو الوول اللي هو الاصواف، الاي اللي هو الديلي تاجيل التشغيل لو انا عايز اجل تشغيل مثلا برنامج لوقت معين ايا كان، عندي الاف اللي هو الهاند ووش ميكس اللي هو الغسيل اليدوي مع الخليط اللي هو على جنسيات على اقطان وهكذا على درجة حرارة 40، الجي الكويك اللي هو التيشيرتات ملابس رياضية، الحاجات البسيطة او الحاجات اللي مش متسخة او نسبة عرق ولا حاجة، الاتش اللي هو كولد ووش غسيل على البارد، الال اللي هو الديليكيت اللي هو الحرير ستان، الاي يا ربي اي اللي هو الديليكيت حرير ستان ستاير اي حاجه زيت ملمس ناعم، جا اللي هو الرنس لو انا غاسل بره وعايز استخدم الغساله شطف بس، بستخدم اللي هو الرنس اللي هو الجا، الكي اللي هو السبين اللي هو العاصر لو انا غاسل بره وشاطف بره وعايز اعصر بس في الغساله، بستخدم السبين واضغط ستارت تبدا الغساله تصرف الميه وتجفف الحله بتاعتي. دي ايه البروجرامات بتاعت، طبعا ده الستوب اللي هو ايه، ننهي البرنامج. طيب اهم حاجة نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحة الغسالة، او نشتغل دور او
فقلنا لازم نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحة الغسالة، أو نشتغل دور أول يوم ودور آخر اليوم، أو كل يوم دور. لو اشتغلنا أصلا كل يوم دور مش هيبقى عندنا غسيل، لكن ما نركنش شغل أسبوعين وعاملين كلهم في يوم واحد، ده أكبر غلط. أول بأول هيبقى أفضل وأحسن. ولازم بعد ما اخلص غسيل لازم اشيل الفيشه بتاعتي، عشان خاطر لو كهرباء جت عاليه كهرباء جت ضعيفه ما تاثرش بالسلب على البورده مع المدى البعيد، ساعتين ثلاثه قدام مبقاش فيه مشكله. طب انا خدت مثلا برنامج الايه اللي هو القطن بتاعي، هو اصلا كده كده الدرجه التمبريتشر هي درجه الحراره جايه على الكولد اللي هو البارد. لو انا عايز 30 درجه حراره، لو عايزها على 40، لو عايزها على 50 درجه حراره، عايزها على 60 زي ما احنا عاوزين، الدرجه اللي احنا عايزينها بنختار، عايزها 70، عايزها 80، عايزها 90 درجة حرارة زي ما أنا عاوز، معايا الدرجات كلها اللي أنا عايزه بختاره. في برضو أنا مثلا غسل بره وشطب بره وعايز أجفف بس، الغسالة مطفية اهيت، هقوم جاي لو نلاحظ هنا سبن اهي، تجفيف فقط اللي هو كده اللي هو السبن اللي هو العصر يعني، هقوم جاي عند الكي مقلب البكرة وجايب على الكي تمام، وأقوم ضاغط كده الغسالة هتصرف المية، هتطرد المية وهتجافي الحل في خلال 13 دقيقة ولا 14 دقيقة زي ما احنا شايفين كده، بقت ايه تصرف المية بتاعتها. هو بالنسبة لدرجة حرارة يفضل نخليها مثلا 50 أو 60، وده أفضل حاجة، منعليش على كده عشان أعلى من كده بيبقى يعني أسرع الجوانب بتاعة الغسالة وفيه دم بقى ايه بالكامل بسبب زيادة السخونة. طبعا الغسالة دي 5 كيلو والبنت 5 كيلو، هي هتبدأ تلف دلوقتي. بدأت تلف معانا هي، ده كله ضخ الطرمبة. هتبدأ بقى تاخد السرعة بتاعتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.